الذكرى الخامسة لإصدار وصدور وثيقة مخرجات الحوار الوطني، هل ما زالت الوثيقة سارية المفعول بعد كل ما حصل في البلد؟ هل كان الانقلاب انقلاباً على مخرجات الحوار؟ أهلا بكم. في 25 من يناير 2014 رفع الرئيس عبد الرب منصور هادي وثيقة مؤتمر الحوار، المؤتمر الذي استمر قرابة العام وقعت عليه كل القوى السياسية في البلد، لكن ميليشيا الحوثي وحزب صالح حينها رفضوا عمليا هذه المخرجات وبدأوا بتدبير انقلاب قضى على الدولة وجلب دولا خارجية وأدخل البلد في جحيم الحرب التي لم تهدأ لظاها منذ 4 سنوات. كانت الغاية تقسيما عادلا للثروة والسلطة، لكن أطرافاً لم يقبلوا بهذه القسمة، أرادوا أخذ كل شيء وشنوا حرباً، لكنهم لم يتوقعوا أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم. مخرجات الحوار الوطني هل لازالت مرجعية صالحة للاستخدام بعد هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وحزب صالح؟ ما هي جهود الحكومة الشرعية في تثبيت أو تعديل هذه المخرجات وربط المجتمع بها؟ 5 سنوات منذ رفع الرئيس هادي هذه الوثيقة أو ما بات يعرف بمخرجات الحوار الوطني. كان مقرراً لتلك المخرجات أن تمثل خلاصة اليمن المتخيل ولو بالحد الأدنى، وأن يمضي تنفيذ هذه المخرجات لترى النور على امتداد الخارطة الوطنية، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. جاء انقلاب الحوثي وصالح وكان أحد شعاراته تطبيق مخرجات الحوار الوطني، إلا أنه كان في الحقيقة انقلاباً على تلك المخرجات، كما كان انقلاباً على الجمهورية وإسقاطاً للدولة وجر البلاد إلى حرب شاملة. بعد 4 سنوات من الانقلاب والحرب التي أخذت طابعاً إقليمياً ودولياً واسعاً، يبرز السؤال الآن: ما هو موقع مخرجات الحوار؟ وهل لا تزال تمثل طوق نجاة لليمنيين بعد كل هذه المستجدات؟ يعيش اليمنيون اليوم تهديداً وجودياً لدولتهم وكيانهم الوطني برمته، في ظل تراخي شرعية الرئيس هادي وتسليمه البلد المحرر للرياض وأبو ظبي، فضلاً عن تمكين الانقلابيين أنفسهم من المناطق المسيطرين عليها وتعزيز حضورهم فيها فكرياً وثقافياً وعسكرياً، حيث لم يبقى لليمنيين لا مخرجات حوار ولا دولة موحدة إذا ما استمر رأس الشرعية بهذا الأداء الباهت. يقول البعض إن المتغيرات الكبيرة والجذرية التي شهدتها البلاد منذ عام 2014 وبروز قوى جديدة يجعل من الضروري إعادة النظر في تلك المخرجات لتستوعب تطلعات هذه القوى، فيما يرى آخرون أن تلك المخرجات لا تزال تمثل المخرج الوحيد الآمن لليمن واليمنيين. في 2015 استحدث الرئيس هادي وزارة خاصة بمخرجات الحوار الوطني، لكنها لم تزد على تنظيم فعاليات موسمية في عدن وتكليف الخزينة العامة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. فهل هذه هي كل ما بقي من ذلك الإنجاز الذي استغرق من اليمنيين نحو عام من الزمن؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ صلاح بديس، عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أهلا بك أستاذ صلاح. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. إذن 5 سنوات منذ أن تم الإعلان على إصدار وثيقة مؤتمر الحوار الوطني في 25 من يناير عام 2014، خلال هذه السنوات كانت هناك حرب، كان هناك انقلاب أيضا، هل لازالت وثيقة الحوار اليوم صالحة لحل قضايا ومشكلات اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي الكريم وأحيي أسرة هذه القناة وكل اليمنيين في كل مكان في العالم، في الداخل والخارج، الذين يتطلعون لمستقبل أفضل وليمن جديد سيرونه قريبا أو بعيدا. يعني القضية لم تعد تخفى على أحد أن النضال اليمنيين بإصرار، يعني سواء حققوا هذا الأمر قريب أو حققوه في الغد، المهم أنه لا تراجع
عن تحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني، ولكنني مستبشر بخير، لأن مثل هذه الأمور لا شك أنها صارت عليها كثير من الأمم وكثير من الدول للوصول إلى المستقبل الآمن والوصول إلى المستقبل الأفضل، كانت هناك التضحيات وكانت هناك الآلام وكانت هناك الدماء وكانت هناك الأشلاء، لكن بعد ذلك تصل الأمور إلى الأمن والأمان والاستقرار. أنا أقول أن الحوار الوطني الشامل كان يعني نقطة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث، أن يلتقي كل الأطراف اليمنية من كل المحافظات، من كل المكونات، من كل الاتجاهات على طاولة واحدة، ويستمر الحوار منذ مارس 2013 إلى يناير 2014، يعني ما يقارب 10 أشهر تقريبا في نقاش كل القضايا، يعني طرحت على الطاولة منذ الاستقلال في الجنوب في 67 وسقوط الإمامة في الشمال في 62 كل في 63، كل هذه القضايا طرحت على الطاولة ونوقشت نقاش مستفيض وأخذت حقها في البحث والتدقيق والغوص وصبر غور هذه المشكلات والبحث عن جذورها وأصولها ثم مظاهرها وآثارها ثم الوصول إلى الحلول ثم الاتفاق على الضمانات للتنفيذ. كل هذه المرحلة كان العالم ينظر إلى اليمنيين بإعجاب وبتقدير كبير، صحيح، وتعجب في نفس الوقت، يعني أن يترك القبيلي سلاحه وأن يترك شيخ القبيلة والرجل الشخصية الذي يتبعه ويمشي خلفه عشرات المسلحين من المرافقين يترك سلاحه ثم يأتي إلى قاعة الحوار الوطني. بلا شك أن هذه كانت نقطة مضيئة. أقول أنه هناك أطراف محلية وإقليمية ودولية لا يروق لها أن تطبق هذه الوثيقة وتنفذ كما اتفق عليها اليمنيون، بحيث يصبح اليمن بلد قوي ويبني أبناؤه دولة قوية وشراكة حقيقية في السلطة والثروة وإعادة بناء الجيش والأمن على أسس وقواعد وطنية يشارك فيها كل أبناء اليمن كما هو الحال اليوم. حتى في أثناء الحرب أنا أقول أن هذا مؤشر إيجابي، حتى في أثناء الحرب اليوم تجد أن أبناء اليمن من كل المحافظات ينخرطون في الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية من كل المحافظات، حتى يكون لدينا أمن وطني وجيش وطني قوي يأتي مباشرة لأن يبسط نفوذه على كل التراب اليمني بعد سقوط الميليشيا. الحرب هي تحصيل حاصل، يعني كانت تحصيل حاصل لمن؟ يعني ما هو كان سبب الحرب إذا كان اليمنيون جميعا اجتمعوا في مؤتمر الحوار الوطني من ضمنهم الحوثيون؟ نعم. من ضمنهم الحوثيين، من ضمنهم حتى ممثلين عن علي عبد الله صالح، لكن في نهاية المطاف انقلب هؤلاء، إذن هناك شيء ما لم يكن صحيحا. لذلك أنا قلت لا 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 يوجد شيء لم يكن صحيحا، يعني بلا شك أن هناك أي عمل بشري تنقصه التجربة، تنقصه الخبرة، تنقصه، لكن كان الكل مندفع باتجاه الوصول إلى الحلول بما فيهم الحوثيين وصالح؟ الذي كان يظهر لنا الذي كان يظهر لنا من مشاركتهم في الحوار الوطني اعتبرنا أن ذلك إيجابية، بالرغم من أنهم كانوا يحملون السلاح ويسقطون بعض المناطق في صعدة ويذهبون لمحاصرة عمران، وكان اليمنيون يحتجون أمام في داخل قاعة الحوار الوطني، كانت ترفع اللافتات لاعتراض اليمنيين جميعا من كل المكونات والمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وينادون المكون المشارك في الحوار الوطني الذي كان اسمه أنصار الله أن يضع السلاح ويأتي مثله مثل غيره كمكون سياسي يمني. لكن لماذا قلت لك تحصيل حاصل؟ لأن كنا نرى إصرار هذا الطرف على حمل السلاح وإصرار هذا الطرف على تطبيق ما يريد وتنفيذ ما يريد بالقوة وليس بالحوار ولا بالعملية السياسية المتفق عليها عبر صناديق الاقتراع، ثم أنه كان مصر على أن يبسط نفوذه على المناطق المحيطة بمعقله في صعدة بقوة السلاح ويكون ويهيئ نفسه لالتهام المناطق الأخرى المجاورة تلو المناطق، حتى تم الاتفاق مع علي عبد الله صالح حينها بتسليمه القوات العسكرية المنتشرة في اليمن من بقايا هذا الأمر الحرس. كان يحدث وأنتم مجتمعون. نعم. لماذا أنا قلت لك أننا كنا يعني أقصد يعني أنتم كنتم تدركون أثناء إذا يعني استمر القيام بمؤتمر الحوار الوطني أن الحوثيين من يجلسون معكم في هذه الجلسات هم يقومون بإسقاط صعدة ومن ثم بقية المدن وصولا إلى طبعا ما حدث هذا الأمر هو كان من منطلق محاولة اليمنيين تجنب الحرب.
يعني حاول اليمنيون كثيرا تجنب الحرب، وأن يظهر الطرف الذي يجر اليمن إلى الحرب مكشوف واضح على السطح أمام كل العالم وأمام الشعب اليمني وأمام الدنيا بأسرها وكل المنطقة برمتها بمحيطي الإقليم والدولي. يعني لأننا كنا مثلا نقول للحوثيين داخل الحوار الوطني لا ينبغي أن تكونوا في الحوار وتحملوا السلاح على الدولة، لا ينبغي أن تكونوا في الحوار وتسيطروا على صعدة، لا ينبغي أن تكونوا في الحوار وتذهبون لإسقاط عمران. يعني كان الناس يظنون أن الحوثي ممكن أن يكون عنده بقية من عقل فيتراجع، لأنه يرى الناس محمد قحطان، الأستاذ محمد قحطان شخصيا المختطف لديهم اليوم، كان كلما أراد الحوثيون أن ينسحبوا أو أراد الحوثيون أن يعطلوا أو أراد، هو الذي كان يذهب إليهم ويقنعهم بالجلوس على طاولة الحوار ويقول لهم لا مخرج لكم ولا منجا لكم ولا لليمن ولا لليمنيين إلا بالحوار، إلا بالعمل السياسي السلمي وليس بالسلاح ولا بحمل السلاح على الدولة. لكنهم لم يقتنعوا كما هو واضح. ولماذا قلت لك تحصيل حاصل؟ لأنهم كانوا مصرين على حمل السلاح والحرب، ولذلك نهايتهم ستكون نهاية مؤسفة لا نتمناها لهم. أما الحوار الوطني فسيمضي في طريقه، والشعب اليمني سيمضي في طريقه لبناء دولته المستقبلية الآمنة المستقرة المتطورة بعد انتهاء هذه الحرب إن شاء الله. طيب دعنا أستاذ صلاح نشرك معنا في الحوار الأستاذة أفرح زوبة نائبة الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني التي تنضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أرحب بك إذن أستاذة أفرح، هل لا زالت وثيقة مخرجات الحوار الوطني تحتفظ يعني تحتفظ بالإجماع الذي كانت عليه حين إصدارها، أم أن التباينات التي حدثت بين القوى وبين الأحزاب السياسية اليمنية منذ إصدارها إلى الآن باتت تضع هذه الوثيقة خارج فكرة الإجماع؟ أستاذ أفراح هل تسمعيني؟ ألو الصوت يتقطع شوي لو سمحت. نعم طيب كنت سألتك هل لا زالت وثيقة يعني مؤتمر الحوار الوطني التي صدرت بأكبر نسبة توافق وإجماع بين اليمنيين، هل لا زالت تحتفظ بهذه الصفة أم أن التباينات التي أفرزتها الحرب الآن ستدفع إلى يعني شكل جديد، وما باتت مخرجات الحوار يجمع عليها اليمنيون كما كانت ركيزة أساسية تتميز بها؟ طبعا السؤال هذا دائما ما يتم ترديده من عدة جهات يعني دولية وبعض الجهات المحلية، لكن خلينا نتكلم على مخرجات مؤتمر الحوار من ثلاثة مستويات. المستوى الأول الذي مثل ما نقول المشروعية أو القانونية، يعني مخرجات مؤتمر الحوار باعتراف المجتمع الدولي لا زالت تعتبر يعني مرجعية من مرجعيات العملية السياسية، وهذا شيء لا خلاف عليه من كل الأطراف. المستوى الثاني الذي أيضا يضيف لها المتانة أو القوة القانونية كذلك، إنه القوى السياسية جميعها إلى الآن يعني بشكل رسمي هي كلها وقعت على مخرجات مؤتمر الحوار، وإلى الآن لا زالت أيضا يعني تتعامل مع هذه المخرجات على أساس أنها كانت جزء من عملية الحوار الوطني. فيما يتعلق بمحتوى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ممكن تقسيمها إلى فصلين أو شكلين. مضمون الدولة اليمنية وشكل الدولة اليمنية. مضمون الدولة اليمنية بما يتعلق بحقوق والحريات، بما يتعلق بالحكم الرشيد، بما يتعلق ببناء الجيش. يعني مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نظمت كثير من المبادئ والرؤى التي تعمل على قيام دولة رشيدة بغض النظر عن شكل الدولة. هذه المخرجات تظل قائمة وتظل ذات جدوى، يعني كي يعني بأي شكل أو مضمون عام لشكل الدولة. فهذا ما يتعلق بمضمون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فيما يتعلق بشكل الدولة، كل القوى السياسية التي كانت جزء من مؤتمر الحوار الوطني كانت تتكلم على دولة فيدرالية. الخلاف حصل حول كم عدد الوحدات الفيدرالية التي تتكون منها هذه الدولة. اللجنة الأقاليم أقرت ستة أقاليم، لكن أنا يعني في النهاية أظن أنه المرجعية الأخيرة في قرار كم أقاليم
شكل الدولة، يعني هل دولة من وحدتين إقليميتين، من 6 وحدات، من 5 وحدات؟ هذه يفترض أنه فيما بعد انتهاء الحرب، يعني عند إعادة أو استكمال العملية السياسية إن شاء الله، سيكون هناك استفتاء. يعني في النهاية اليمنيون كمواطنين هم الذين سيقررون مثل هذا التفصيل، لكن فكرة أو نشأة الدولة الفيدرالية، هذا أعتقد حتى أنها أصبحت على أرض الواقع مطبقة يعني في كثير. طيب، يعني هو ربما يعني هناك من يطرح وهو اتجاه كبير أنه كيف يتم تطبيق مخرجات. إذا انقطع الاتصال سنحاول إعادة التواصل مع الأستاذ أفراح. إلى حين ذلك أسألك أستاذ صلاح، باعتبار أن هناك انقلابا حصل على مخرجات الحوار، على ما توافق عليه اليمنيون في تلك اللحظة، ما الذي يمنع أن يحدث ذلك مجددا في حال أنه الحديث دوما عن يجري على أن هناك اتفاقا سياسيا سينهي الوضع في الحرب في اليمن مهما كانت ظروف الطرفين؟ ما الذي يضمن ألا يحدث الأمر مرة أخرى، الانقلاب على ما سيتفق عليه اليمنيون في لحظة ما؟ بلا شك أنه إذا كان هناك اختلال في ميزان العملية السياسية في اليمن وتم التنازل عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، بلا شك أنه أننا لن نؤسس لسلام دائم، وإنما فقط نمرحل عملية الحرب ونؤخرها لبعض الوقت ثم تعود مرة أخرى، وهذا ما يرفضه معظم اليمنيون، بل يصر اليمنيون جميعا أن يكون السلام دائم ومبني على المرجعيات المتفق عليها، المبرر الخليجي والآليات التنفيذية المزمنة التي أسست للانتقال السلمي للسلطة، المخرجات الحوار الوطني الشامل التي أسست لبناء يمن اتحادي جديد، قرارات مجلس الأمن ذات صلة وفي مقدمتها القرار 226 الذي أسس لإنهاء الانقلاب وتسليم سلاح الدولة والانسحاب من كل المحافظات وعودة الشرعية والانتقال إلى استكمال المرحلة الانتقالية ثم تطبيق الحوار الوطني. هذه المرجعيات التي يتمسك بها اليمنيون، أي تنازل عنها لن ينهي الحرب، وإنما كما قلت سيؤخرها فقط لبعض الوقت ثم تعود مرة أخرى أشرس وأبشع مما كانت عليه. لذلك أقول أن مخرجات الحوار الوطني كواحدة من الركائز وواحدة من المرجعيات التي لا تنازل عنها، هذا دليل على أنها قابلة للتطبيق أفضل مما كان قبل الحرب، لأنه كان قبل الحرب هناك كتل في اليمن بعضها شارك في الحوار الوطني وبعضها لم يشارك، لا زالت ترفض الانتقال السلمي للسلطة، لا زالت ترفض الانتقال إلى الدولة الاتحادية، لا زالت ترفض الانتقال إلى اللامركزية، لا زالت ترفض الانتقال إلى النظام الاتحادي، لا زالت ترفض هيكلة الجيش والأمن، لا زالت ترفض الشراكة في السلطة والثروة. هذه الكتل تفككت بفعل الحرب، فرب ضارة نافعة، نحن لا ندعي للحرب، لكن هم الذين افتعلوها وجنت على نفسها براقش. يعني الذين افتعلوا الحرب كانوا يظنوا أنهم ممكن ينتصروا فيفشلوا عملية الانتقال السلمي للسلطة والانتقال إلى اليمن الجديد والانتقال إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي هي تطلعات الشعب وتطلعات الثوار وتطلعات الشهداء وتطلعات أبناء الشعب اليمني في القديم والحديث والمستقبل. اليوم أخي الكريم، مخرجات الحوار الوطني هي الوثيقة الوحيدة التي تحظى بإجماع محلي وإقليمي ودولي، هي الوثيقة الوحيدة التي يرى العالم كله بمحيطيه الإقليمي والدولي أنها قابلة للتنفيذ وأنها ممكن أن تؤسس لمستقبل آمن ومستقر وتحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني في دولة يحكمها النظام والقانون والعدالة والمساواة. وهذا ما تقوله يعني أغلب قرارات مجلس الأمن أو كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة في اليمن، وما يقولها أيضا من يتبنى مشروع الشرعية. لكن هناك من يطرح، وأنا أوجه السؤال لمن تعود إلينا الأستاذة أفراح الآن، أستاذة أفراح، هناك من يطرح الآن أن ما ستفضي إليه نهاية هذه الحرب هو نقاش سياسي، ربما حوار سياسي، ربما ما وصلت إليه البلاد اليوم يحتاج إلى حوار وطني جديد مرة أخرى. ما رأيك أو ما تعليقك على من يقول ويأخذ بهذا الرأي؟ أنا أقول لك يعني للأمانة كذلك إحنا من المدافعين عن وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ليس تعصبا وإنما من منطلق يعني واقع وطني. يعني في النهاية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
يعني تم يعني خرجت الى النور في ظل وفاق، في ظل التوازن القوى، يعني هي معبره عن الراي الجمعي لليمنيين، عكس يعني مثلا الان لو جيت تعمل حوار وطني في هذه المرحله اختلفت الكره تماما، وبالتالي لم تعد معبره يعني مثلا في هذه المرحله لو حصلت اي نوع من الحوارات عن رؤيه المجموعه اليمنيه او اليمنيين بكافه اطيافهم السياسيه. بعد الحرب انا يعني من وجهه نظري انه لابد ان يكون هناك حوار سياسي يعني حقيقي، يعني مش لكن ليس معنى ذلك انهاء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن لابد ان يكون هناك يعني مراجعه حقيقيه، ما الذي حصل؟ ما هي الاختلالات التي حصلت؟ يعني الان الانتهاكات التي حصلت في البلد، انتهاكات كبيره، المآسي، الدمار الذي حصل في البلد، يعني لابد ان ايضا يتم وضعها في اطار معين، يتم التوافق، وهذا اعتقد انه سيكون سياسيا ذلك يكون في سياق يحترم ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، بمعنى ايش؟ نحن اليمنيين من عاداتنا وهذا سمعناه من كثير من السياسيين، انتم اليمنيين لا عهد لكم، يعني دائما ما تتفقون، دائما ما تخرجون يعني يعني تكون مشروعات وتخرجون اتفاقات وتنقضونها، يعني فانا اعتقد انه للثقافه اليمنيه والعقليه اليمنيه لابد ان نلقي رساله احترام لكم الاتفاقيه، ضروره ان يكون هناك حوارات مستقبليه وداعمات تكون تستمر حتى ال 20 سنه، لانه احنا في وضع ضغط ليس طبيعي، يعني حوارات يعني بمعنى ان العمليه نفسها تستمر، النقاط السياسيه تستمر ما بين الاطراف السياسيه، اي خلافات بمعنى في حروب كاذبه، هذا لابد ان يتم، لكن في نفس الوقت ما تم الاتفاق على المحترم صناعه مخرجات مؤتمر الحوار، وانا يسوء في ان هناك يمنيين يتعاملوا معها بتضليل او احيانا بجهل، يعني وكثير من الاوقات نتكلم مع يعني كثير منهم انه هل قرات المخرجات مؤتمر الحوار الساعات التي ترفعون رايه العداء تجاهها؟ هل مثلا يعني لدرجه انك لم تكن مشارك في مؤتمر الحوار مثلا؟ هذه هي مشكله، لكن لو تم يعني صراع ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الناس الذين كانوا موجودين على الطاولة كان يعني كانوا يحاولوا يتكفلوا من الصراع اللي هم من خلال تأثير جمعي يعني يتضمن اهم القضايا التي اليمنيين يرشدونها في الدوله القادمه. فاعتقد انه لا مثل ما قلت لك انه يكون في نوع من النقاشات والحوارات لحل اي خلافات. لكن ان تبقى المرجعيه هي مرجعيه مؤتمر او مخرجات مؤتمر الحوار. اذا اشكرك استاذ افراح الزوبة نائبه الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني، كنت معنا بالهاتف من صنعاء. هل تتفق استاذ صنعاء؟ انا اتفق مع الاخت افراح في جوانب كبيره منها، ولكن ربما فيما يتعلق بتبعات الحرب واستحقاقات هذه الحرب من أعباء ستكون على الدولة، بلا شك أنها ستكون عبء كبير على كاهل الدولة وعلى الشعب اليمني، لكن أيضا لم يكن الحال قبل ذلك أقل سوءا، يعني ربما كانت هذه الكتل التي تحدثت عنها قبل قليل ستكون أيضا عبء كبير وخطر في طريق تطبيق مخرجات الحوار الوطني وكذلك تقصد من انقلب؟ من انقلب طبعا من تشكل لا أنا أتحدث عن من انقلب، يعني الذي تشكل اليوم في أثناء الحرب وبفعل الحرب في الصف الشرعية أو ممن يقف ضد مكون الذي تمرد على الشرعية حتى ولو لم يتوافق مع الشرعية سيكون هناك استيعاب واحتواء، والاستيعاب والاحتواء يجري على قدم وساق، يعني حتى بعض الجبهات التي تشكلت بدعم التحالف العربي ولا تتوافق مع الشرعية اليوم الشرعية مدت لها اليد وبدأت تحتويها وتستوعبها وتتم. طيب هذا يطرح تساؤل نعم. صلاح، ما هو موقف التحالف إذن من مخرجات الحوار الوطني؟ أنا أحدد هنا بشكل رئيسي أبو ظبي والرياض أيضا. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي كان أحد محاورها عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهم ملتزمين أخلاقيا ودوليا بدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وهذا ما يتضمنه دائما تتضمنه بيانات مجلس التعاون الخليجي وبيانات قادة هذه الدول والمؤسسات الحاكمة في الدولتين تحديدا التي تفضلت بالسؤال عنها. ولكن هناك أحيانا معطيات المعركة ومعطيات الحرب
يعني هناك بعض المكونات كما ذكرت لك قبل قليل، هناك بعض المكونات ربما ليست متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، لكن ضد التمرد وضد المشروع الإيراني في اليمن. فلكي يكون لهم دور في إنهاء التمرد وإنهاء المشروع الإيراني في اليمن، يكون هناك استيعاب لهم بصورة أو بأخرى، لكن بعد ذلك هم أنفسهم بدأوا يجدون من خلال فترة الحرب، بدأ يجد هؤلاء أنه المؤتمر الحوار الوطني هو أكثر الوثائق، وثيقة الحوار الوطني هي أكثر الوثائق قابلية للتنفيذ. أنا كنت قبل استشهاد اللواء طماح رحمه الله، قبل أن يخرج في رحلته الأخيرة إلى عدن، وهو كان من الشخصيات التي لم تشارك في الحوار الوطني وكانت في الطرف الآخر، كان يحدثني شخصيا قبل أن يذهب إلى عدن، وكنا في الرياض، كان يقول أننا كنا نقف ضد مؤتمر الحوار الوطني وضد الدولة الاتحادية، كنا نتطلع لاستعادة الدولة الجنوبية، لكن اكتشفنا ونحن في أثناء المعترك الذي يدور في الميدان وما نراه ونشاهده على الأرض يعطينا كل يوم ثقة أكثر في أن مخرجات الحوار الوطني هي الأفضل لنا ولأشقائنا ولإخواننا، سواء من أبناء اليمن أو من محيطنا الجغرافي. طيب هذا كلام العقلاء، هذا الأمر مفهوم للواء طماح رحمة الله عليه، الذي في نهاية المطاف يعني توفي وهو موال للشرعية. نعم. موال لمشروع الدولة رحمة الاتحادية الله. نعم. رحمة الله تغشى. لكن في المقابل أنت كنت تتحدث قبل قليل على أنه أثناء مؤتمر الحوار كنتم تنظرون إلى ما يحدث في صعدة، إلى التسليح الذي يحظى به، التي تحظى به ميليشيات الحوثي. الآن هناك تحديد، يعني تسليح يحدث لأناس يحملون بشكل واضح مشروعا يخالف هناك فرق مشروع الدولة الاتحادية. هناك فرق، الفرق لا نقر طبعا من حيث المبدأ، لا نقر أي تسليح لأي جماعة أو أي قوة عسكرية خارج إطار الدولة، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. لكن ما يحدث في المحافظات الجنوبية أو في الساحل الغربي أو في بعض المحافظات التي تقاوم المشروع الإيراني من تسليح، هو لبعض القبائل وبعض الفصائل التي ضد، تعتبر ضد المشروع الإيراني، لكن الدولة أيضا السلطة الشرعية تعمل على احتوائها وتعمل على استيعابها، لا يوجد هناك تصادم ولا يوجد هناك أيضا دعم أجنبي يخالف الإجماع الوطني ويخالف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني لهذه المجموعات، باستثناء ربما الدعم العربي إلى حد ما. إحدى أنا أقول أن هناك أخطاء، وهذه الأخطاء الآن، أنا كنت قبل قليل قبل أن أدخل إلى قناتكم هذه، كنت على قناة العالم الإيرانية من بيروت وأنا هنا عبر الهاتف، وكان الحوثي الذي يتحدث من صنعاء والحوثي الآخر الذي يتحدث من بيروت يبررون ويتفاخرون بهذه الأخطاء التي ترتكب في المناطق المحررة ويتحدون، يقولون نتحداك أن تعود إلى عدن ونتحداك أن تعود إلى حضرموت وأنت ضدنا، تعال إلى صنعاء نؤمنك. أنا قلت لهم ما دام أن تدعونني للأمان في صنعاء أطلقوا سراح معمر قحطان وكذا، وهذا والمعتقلين لديكم، تناقض غريب. لكن أيضا هم يستثمرون الأخطاء التي ترتكب. طيب في المناطق المحررة هؤلاء الحوثيين تبقى هذه أخطاء، هؤلاء انقلبوا عن الدولة، لكن دعني. نعم. لليمنيين الذين لا يريدون أن يتكرر النموذج، لا. نعم. يريدون أن يحدث ما حدث بعد انتهاء مؤتمر الحوار. دعني أعطيك فلسفة كيف أكثر، كيف نقنعهم؟ سأعطيك فلسفة أكثر وضوحا. يعني هناك مشروعان يتصارعان في اليمن، الدولة الاتحادية التي تقودها الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الله منصور هادي ومدعومة من التحالف العربي، والمشروع الإيراني الذي يقوده الحوثي ومدعوم من إيران. ما يحدث من نتوءات في أثناء هذه المعركة بلا شك أن المنتصر سيحتويه، إذا انتصر مشروع الشرعية والتحالف العربي سيحتوي هذه النتوءات، وإذا انتصر مشروع إيران سيحتوي هذه الصراعات النتوءات كل. ولذلك دعوتي الآن للقوى الوطنية المؤيدة للشرعية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن أن تبتعد عن المناكفات وعن النتوءات وعن محاولة الاستقطاب في مرحلة الحرب. نحن اليوم في مرحلة استعادة الوطن، في مرحلة استعادة الدولة، فلا ينبغي أن نذهب إلى الاستقطاب وأن كل فصيل يبدأ يحاول أن يكسب في أثناء الحرب. الأصل أن تكون جبهة وطنية بقيادة الرئيس عبد الرحمن منصور هادي حتى نستعيد الدولة، ثم بعد ذلك نقدم ما لدينا من مشاريع ونخرج للشعب عبر صندوق الاقتراع. ولذلك الدائرة ستضيق كلما اتحدت
هذه القوى الوطنية المناهضة للانقلاب والمناهضة للمشروع الإيراني كلما اتحدت أكثر وأصبحت كتلة واحدة بقيادة واحدة وهدف واحد، لأننا جميعا هدف للحوثيين، فينبغي أن نتفق جميعا، وكلما اتحدنا سيكون الانتصار أقرب. والأقرب كذلك تطبيق مخرجات الحوار الوطني، لأنها هي كما قلت لك الوثيقة القابلة للتطبيق المدعومة محليا وإقليميا ودوليا، لا يوجد شيء آخر. سيبقى عملية الحوار كما ذكرت قبل قليل أنه سيكون هناك حوار. أصلا وثيقة الحوار الوطني اختصرت في مسودة للدستور، هذه المسودة هي خلاصة مخرجات الحوار الوطني التي الأصل أن تطبق للدولة الجديدة. هذه المسودة لم تناقش بعد، لم تعرض على الهيئة الوطنية، وأنا عضو رئاسة الهيئة الوطنية، لم تعرض، اختطفت في الطريق واختطف الأمين العام وانقلب عليها قبل أن تعرض على الهيئة الوطنية. الهيئة الوطنية ستناقشها، ثم ستخرج للشعب لإبداء ملاحظات عليها من عنده من الملاحظات، ثم ترفع للرئيس، لرئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بالاستفتاء الشعبي عليها كدستور جديد للبلد. طيب هل أفهم بذلك أستاذ صلاح أن الرئيس عندما يعني شكل وزارة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني هو استبق كل هذه العملية؟ نعم. لا، أم أنه يستغل الوضع الحالي لتعزيز هذا المشروع؟ هدف الوزارة أولا التهيئة لهذه المخرجات، لأننا أولا نقول أنه لا يوجد هناك ما هو جاهز للتنفيذ أو قابل للتنفيذ عدا مخرجات الحوار الوطني. إذن معنى ذلك أن يكون لدينا وزارة تنسق وترتب وتهيئ وتوعي بمخرجات الحوار، لأنه يا أخي الذي أنا أقول له الآن وأكرره أكثر من مرة، أن الطرف الانقلابي سواء الحوثيين أو شريكهم علي عبد الله صالح شنوا حملة شعوى لتشويه وثيقة الحوار الوطني وتشويه مؤتمر الحوار الوطني حتى عند أبناء الشعب الذين هذه المخرجات وهذا المؤتمر في صالحهم، في صالحهم، شوهوها عندهم حتى يمهدوا للانقلاب. اليوم نحن نضع وزارة شؤون مخرجات الحوار، ومع أنني بصراحة يعني لست براض عن أداء هذه الوزارة، يعني الأصل أن تكون هذه الوزارة بأكثر أكثر فاعلية مما هي عليه اليوم، وتنفتح على كل الأطراف وتتواصل مع المعنيين، مع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني من كل المحافظات، مع أعضاء الهيئة الوطنية من كل المحافظات، وتعقد ورش العمل وحلقات النقاش واللقاءات والمشاورات والبرامج والأنشطة بحشد أكبر عدد ممكن من المهتمين والخبراء في وثيقة الحوار الوطني وممن صاغوها وممن شاركوا في صياغتها، حتى بما في ذلك لجنة صياغة الدستور. هذه الأصل أن تكون آليات ووسائل عمل حقيقية تنتهجها وزارة شؤون مخرجات الحوار بقيادة الأخ ياسر الرعيني. يعني هو يجر إشارة هنا أننا حاولنا التواصل مع الأستاذ ياسر الرعيني وناس من الوزارة ليظهروا في هذه الحلقة التي تعنى بشكل أساسي بمخرجات الحوار الوطني، لكن يبدو أن هناك ما أعاق حضورهم معنا. يعني هناك نقطة رئيسية أيضا فيما يحدث، هل نحن الآن في صدد تطبيق الفدرالة في اليمن؟ هل باتت اليمن الآن كدولة كانت مركزية شديدة المركزية، باتت الآن أكثر تقبلا لفكرة الفدرالية بالتوازنات التي أو بطبيعة التكتلات التي أنشأتها الحرب؟ لا، أنا أقول ربما خليني أهذب بعض العبارات هكذا فيما يتعلق بالتطبيق الميداني. يعني واضح جدا أن سياسة الشرعية في قيادة المعركة وإدارة الحرب وكذلك التحالف العربي لاستعادة الدولة وإسقاط التمرد تمشي وفق خطوات عملية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني واقعا على الأرض. مع ما يحدث من أخطاء، لازلت أكرر، مع ما يحدث من أخطاء ينبغي أن تعالج وبشكل سريع وبشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بالاعتقالات خارج القانون، بالتسليح خارج الدولة، بدعم بعض الأفكار التي لا تتفق مع الشرعية ولا تتفق مع المرجعيات الثلاث. ينبغي أن تعالج هذه القضايا حتى يكون النصر أقرب ويكون النصر أسرع. أما ما يجري على الأرض فأقول لك أنه يهيئ أكثر، خاصة في التشكيلات العسكرية والأمنية التي تحت غطاء الشرعية. يعني مثلا لم يكن لدينا في حضرموت شرطة جوية، لم يكن لدينا في حضرموت قوات خاصة، لم تكن لدينا في حضرموت خفر سواحل من أبناء حضرموت قصدي، اليوم لدينا من أبناء حضرموت، اليوم لدينا من أبناء شبوة، من أبناء المهرة، من أبناء سقطرة. لاحظ أن في سقطرة لوحدها اليوم لواء من أبناء سقطرة، في المهرة لواء من أبناء المهرة، في مأرب، في كل محافظة من المحافظات التي مثلا عدن تعز. اليوم التوازن هذا الذي يحدث
كل ما استوعبته الشرعية وأصبح جزء من الـ من الـ من المؤسسة العسكرية والأمنية بإدارة الدولة سيكون بلا شك عون أكبر وتقريب أكثر لتطبيق عملي وميداني لمخرجات الحوار، وخاصة في الجانب العسكري والأمني، وهو الأكثر فاعلية في إمكانية تطبيق مخرجات الحوار. يبقى بعد ذلك الجوانب المدنية والإدارية والقانونية، هذه كلها ستأتي في وقتها. يعني وأنا عضو فريق الحكم الرشيد، وضعنا أسس وقواعد، والأخت أيضا أفراح واحدة ممن أداروا هذه المرحلة بلا شك تدرك ذلك، وكثير من الإخوة. الأستاذ ياسر الرعيني نقصه شخصيا وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني، كان أمين مساعد أيضا للحوار الوطني. كل هذه المبادئ والقيم والأسس التي بني عليها أو بنيت عليها وثيقة الحوار الوطني قابلة للتنفيذ، بل هي الأكثر قابلية للتنفيذ بعد أن تتم عملية بناء الجيش والأمن وفق القواعد والأسس التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني. ولازلت وأكرر أن أي نتوءات أو أخطاء ترافق عملية بناء هذه المؤسسة العسكرية والأمنية ستكون عبء على الدولة، ينبغي أن نعالجها سريعا قبل أن نصل إلى العاصمة. وهو أمر يستحق دراسة قبل أن نصل إلى العاصمة. إذا وصلنا إلى العاصمة صنعاء، الأصل أن نصل بمؤسسات دولة مكتملة حتى يكون النصر والمحافظة عليه بعد ذلك والانطلاق نحو وحتى البناء. يقنع أيضا المواطن اليمني في تلك المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون أيضا. نعم. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ صلاح المحلل السياسي الدكتور علي العبسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا. أهلا بك أستاذ علي. يعني الآن والبلد بعد يعني في الذكرى الخامسة لإصدار أو صدور وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا بعد أو خلال 4 سنوات من الحرب، كيف ترى أن يعني ما الذي ستقبل عليه البلد فيما سيأتي من الأيام؟ كيف تتعامل، كيف يمكن التعامل مع القوى التي تعارض مخرجات الحوار الوطني سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية؟ بالتأكيد أنا أول نعود إلى مخرجات الحوار الوطني ونقيمها من حيث ذاتها. يعني لماذا تم هناك حوار وطني، ولماذا خرج المتحاورون بالنتائج التي خرجوا بها؟ هناك مشكلة كانت في اليمن، المشكلة الأساسية والتي ليست مشكلة مرتبطة بنظام واحد، هي مشكلة مزمنة، هي مشكلة تاريخية في اليمن، وهي قائمة على المشاركة السياسية، انعدام المشاركة السياسية وتسلط طرف من الأطراف، سواء هذا الطرف كان قبيلة، كان طائفة، كان جهة معينة، على بقية اليمن وعلى مقدرات اليمن واحتكاره للسلطة والثروة. هذه هي المشكلة الرئيسية. فعندما وضعت الحلول هذه الإشكالية، والحلول هذه التي وضعت ليست حلا خاصا باليمن، المشكلة هذه ليست خاصة في اليمن، مثل المشاركة السياسية هي ليست مشكلة خاصة في اليمن فقط، ولكن هي يعني تواجه العديد من الدول، وبالذات الدول التي دعنا نقول انها تتشكل من مجاميع او من قوى اجتماعيه متنوعه، لن نقول مختلفه، نقول متنوعه. فاذا المشاركه السياسيه والنظام الاتحادي والنظام الفيدرالي هو حل لهذه المجتمعات التي لديها اكثر من اتجاه، التي شهدت اكثر من اتجاه في التطور الاجتماعي. هذه المخرجات بالطبع هي ليست في مصلحه القوى التقليديه التي كانت تسيطر، وبالطبيعي أن هذه القوى سوف تقاوم ذلك، وسوف تقاوم هذه الحلول، وسوف تحاول عرقلة هذه الحلول. هل تتحدث أستاذ علي عن قوى الانقلاب أو قوى داخل إطار الشرعية أنت الآن؟ هنا بالتأكيد الانقلاب هو طبعا هم كانوا الأكثر صراحة والأكثر حزما والأكثر رغبة في عرقلة المخرجات الحوار، ولكن أيضا دعنا نكون أكثر صراحة، هناك أطراف أيضا في الحكومة الشرعية اليمنية وفي الجانب الشرعي لم تكن ترغب فعلا في رؤية مخرجات الحوار تطبق. هي كانت قبلت بها كنوع من التكتيك السياسي، قبلت بها لأنها كانت تقريبا الطرف الوحيد الذي إذا رفض سيكون هو الطرف المعرقل الوحيد، وهذا شيء تم تصريح به. هناك قوة سياسية ومهمة جدا في اليمن صرحت بذلك، وهناك قوة أيضا محسوبة على تيارات سياسية معينة، تيارات دينية وتيارات حتى قبلية، صرحت أيضا أن مسألة اليمن الاتحادي هذه فكرة غير مقبولة وغير ولا يمكن تطبيقها، وأنها ليست واقعية، وأن اليمن لا تحتاج هذه الفكرة. طيب دعني أشرك مع يعني في هذه النقطة، دعني أشرك الأستاذ صلاح. تحدثنا كثيرا عن من هم خارج يعني إطار الشرعية فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار، ماذا عن من يتحدث عنهم الدكتور علي الآن، من هم بإطار الشرعية لكنهم يحملون تحفظات إذا كانت الكلمة مخففة بشكل كبير على مخرجات الحوار الوطني؟
أولا لا أعتقد أن هناك من يصرح داخل إطار الشرعية أو حتى التحالف العربي بأنه ضد مخرجات الحوار. إذا كانت هناك تحفظات كما ذكرت لك، السبب أن وثيقة الحوار الوطني أصلا تم صياغتها وخلاصتها في مسودة للدستور قابلة للنقاش، يعني لا زال هناك مناقشة لهذه المسودة وستضع كل المكونات ملاحظاتها وتحفظاتها. لكن هناك من يعارض مخرجات مؤتمر الحوار لا يعلن وهو يدعم الشرعية، يعني مثل يعني ممكن نتحدث عن تيارات ربما دينية لها نوع من الشعبية مثلا في تعز، هناك من يتحدث، هناك من يعني قوى سياسية معينة، قوى نفوذ معينة في مناطق معينة ترفض هذا التوزيع الذي يبعد هذه القوى عن مراكز السلطة في الشارع. أنا أقول هذا أمر طبيعي، يعني ويعني أطمئن أخي الذي يتحدث من ألمانيا وأطمئن كل اليمنيين وكل الأحرار في العالم أن هذه ظاهرة صحية في المجتمع اليمني، أن يكون هناك من يعارض أو من يخالف ما تم الحديث عنه في مؤتمر الحوار أو خلاصة مؤتمر الحوار الوطني، ولكن بالطرق السلمية، يعني يتحدث بالقلم أو يتحدث باللسان وهذا من حقه، لذلك سيكون هناك استفتاء والشعب الذي سيقول كلمته الأخيرة. فإذا كان من يرى أن النظام الاتحادي لا يصلح لليمن فعليه أن يقنع أبناء الشعب، ومن يرى أن المركزية هي الصالح لليمن فعليه أن يقنع أبناء الشعب. المهم والذي ينبغي أن نجمع عليه جميعا هو عدم حمل السلاح، عدم إكراه الشعب بالقوة لرفض أو تأييد هذه الوثيقة. طيب. يعني طيب بعد هذه التجربة، التي خاضها اليمنيون وهناك من حمل سلاحا ليواجه الإجماع اليمني، برأيك هل سيكون دكتور علي، هل سيكون المشهد في قادم الأيام أن هناك من قد يحمل السلاح للخروج عن الإجماع الوطني مجددا؟ هذه مسألة واردة للغاية، يعني لا نستطيع أن ننكرها، يعني الحرب أفرزت قوى أخرى، يعني بداية الحرب كانت هناك قوتين رئيسيتين تتقاتلان، هي الحكومة الشرعية وقوى الانقلاب الحوثي. الآن بعد تشعب الحرب وبعد توزع الجبهات واختلاف الجبهات والتحدث عن الجبهات المنفصلة والاعتراف بأن هناك جبهات لديها خصوصياتها، تكونت قوى أيضا في هذه المناطق تعارض أيضا هذا المشروع وتعارضه بشدة، وتعارضه على أسس دينية. المسألة ليست فقط حرية رأي وأنه سيقول رأي، هناك من يحرم أصلا مخرجات الحوار الوطني، هناك من يعتبرها ضد الدين، هناك من يعتبرها يعني خروج عن الإسلام، وهذه تصريحات منذ البداية كانت، يعني هناك من وصفها، يعني هناك أوصاف وصفت بها فكرة الإيمان الاتحادي بأوصاف يعني غير لا يمكن أن نتحدث. لكنهم يقولوا أستاذ صلاح أنهم لن يحملوا السلاح. التنوع مطلوب في المجتمع اليمني في نهاية المطاف، عندما ترفض فكرة معينة من موقع لموقعك الديني وأن تحرمها، هذا لا ليس رأينا، يعني هذا ليس رأي. أنت عندما تعتمد على مكان رمزيتك الدينية أو شعبيتك الدينية أو ما يمكن أن نسميه أيضا بالمرجعية الدينية أيضا وتستخدمها لتحرم شيئا، لا يمكن هنا أن تناقشه. بالعكس، هو أصلا نحن أصلا مع المشكلة مع الانقلاب الحوثي أنه يقاتلنا على أساس مبدأ الديني، هو يتحدث عن مبدأ ديني والولاية والحق الإلهي في الحكم كذا. هناك من يتحدث أيضا عن بنفس المنطق ولكن من زاوية أخرى ومن جهة أخرى. بالنتيجة المخرجية الحوار الوطني تلاقي معارضة كبيرة في أكثر من جهة، يعني ليست فقط الانقلابيون، الانقلابيون قد يكونوا الجبهة الأسهل لأنها واضحة تماما، يعني وهم يصرحون بذلك، يعني لكن الأصعب أعتقد والذي سنواجه مشكلة كبيرة فيه، هناك القوى التي تقاتل تحت الشرعية وهي غير مقتنعة لماذا تقاتل. يعني المفترض نحن الآن القتال يتم لتحقيق مشروع الإيمان الاتحادي، لتحقيق مشروع المشاركة في الثروة والسلطة بالنسبة لجميع أقاليم اليمن وجميع أبناء الشعب اليمني. هناك من يقاتل ضمن إطار الشرعية وهو ليس مقتنع طيب. بهذه الفكرة بالأساس. إذا هذا هذه ربما ستكون يعني ملف يجب التركيز عليه. أشكرك دكتور علي العبسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. يعني بنقطة أخيرة أستاذ صلاح، أنا عادة أحب أن أنهي بأمل. اليمنيون الآن يواجهون حرب، المآسي كثيرة، ويواجهون فسادا هنا وهناك، يعني مسببات الأمل قليلة. أعطني أملا مبنيا على وقائع. دعني في أقل من دقيقة أؤكد على هذه القضية التي يتحدث عنها كتخوف، يعني أن هناك من ممكن أن يحمل السلاح حتى بعد الاند. يعني الطرف الأقوى اليوم الذي يقود السلاح ضد مخرجات الحوار وضد الشرعية هو الحوثيون، ولذلك إذا هزموا فلن يتجرأ أحد على حمل السلاح مرة أخرى على الدولة، لأنه سيكون المصير واضح.
يعني خاصة الخروج على الدولة والخروج على الإجماع بعد أن يقول الشعب كلمته ويتم الاتجاه رسميا لتطبيق مخرجات الحوار الوطني. لهذا مهم هزيمة الانقلاب، وضحت هذا لأنه الرأس الأقوى، ولذلك ستنتهي كل الرؤوس التي تحاول أن تتمرد أو تحاول أن تحمل السلاح على الدولة. من عنده مخالفة أو معارضة سلمية فليتفضل، الميدان مفتوح، ويقنع الشعب على لرفض وثيقة الحوار الوطني، لكن حمل السلاح سينتهي بعد انتهاء الحوثيون إن شاء الله. هذه أول الأمر الأول. ما يتعلق يا أخي بقضية الطمأنة أو الأمل، الأمل اليوم الذي أراه من خلال مشاهدتي للواقع في اليمن، كنت اليوم في مؤتمر دعا له الهلال الأحمر التركي، يتحدث عن دول خاضت حروب في أكثر دول العالم وخاصة في عالمنا العربي والإسلامي، ثم أشيد باليمن أنه رغم الحرب ورغم المجاعة ورغم الفقر إن الشعب اليمني يعيش تكافل ملفت للنظر يشيد به كل العالم، يعني النازحون من خارج اليمن عدد لا يذكر أمام النازحين من الدول الأخرى بالملايين. الشعب اليمني ينزح في الداخل، يعني الحرب في الشمال فينزح في الجنوب، الحرب في الجنوب فينزح في الشمال. التكافل الذي يحدث اليوم والتداخل بين أبناء اليمن، يعني أنا أقول مثلا أسر كثيرة من المحافظات الشمالية ومن المحافظات الجنوبية جاءوا إلى حضرموت وإذا بالناس يتداخلوا فيما بينهم، يتزاوجوا فيما بينهم، يتعايشوا فيما بينهم. يعني اليوم اليمن الجديد واليمن الاتحادي واليمن الذي يتعايش أبنائه يتشكل بفعل الحرب، وقلت لك رب ضارة نافعة، يعني هذا ما الذي وهذا ربما ما يمكن الاعتماد. الأمر الأخير يا أخي، الأمر الأخير أقول أن بعجالة بإيجاز بليغ، يعني أنا أقول دائما أن أبناء الشعب اليمني بحاجة إلى أن تكون هناك مبادرات تدعو إلى العودة إلى اليمن اليوم بما في ذلك السلطة الشرعية، عليهم أن يعودوا أولا إلى اليمن ويبنوا المناطق المحررة ويقدموا فيها نموذج حتى يثق أبناء المحافظات التي لا زالت تحت وطأة الحوثيين فيكونوا سندا وعونا للشرعية وننتصر إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح باتيس، عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كنت معنا في الحلقة اليوم. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.